واحنا بنتكلم عن الفسيخ والرنجة نروح للبطيخ. والحقيقة دي فترة برضو الناس بتبقى مستنية البطيخ، والصيف أساسا أول ما يدخل أنت تفتكر البطيخ على طول، ومن أيام ابتدى موسم حصاد البطيخ والناس طبعا إيه ابتدت كده تشوف والبطيخ أخباره إيه والأسعار فين الكويسة والجودة هتبقى أخبارها إيه. طب إحنا في ناس برضو على الناحية التانية بتتكلم على إنه لا البطيخ بيعمل مشاكل، وكتر الأكل من البطيخ بيعمل مشاكل، وأصل حصل مشاكل في كذا حتة من البطيخ. فإحنا نفهم كده المحصول السنة دي أخباره إيه من أستاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية. أهلا بحضرتك. والمحصول السنة دي أخباره إيه؟ يكفي لانه المفروض ان احنا كمان بنصدر بشكل كبير. اهلا وسهلا بحضراتكم وكل الساده المشاهدين وكل متابعيكم اينما كانوا يا فندم. اهلا بحضرتك. احنا طبعا دوله منتجه للبطيخ، واحنا عندنا اكتفاء ذاتي من البطيخ، محصول البطيخ، واحنا بنقول ان احنا المنتج بتاعنا امن 100%. لولا المنتج بتاعنا امن ما كانش في دول زي اوروبا وزي دول الخليج. صحيح. وكل دول العالم تاخد من عندنا منتجات زراعيه وتحديدا البطيخ. واحنا بنقول لكل اهالينا كل واحد ياخد بطيخ ويبقى حريص كويس جدا وهو بيشتري البطيخه، ياخدها من مكان كويس موثوق فيه، البطيخ ما بيتعرضش للشمس لفترات طويله، لازم يبقى فيه داخل البطيخ يبقى في مكان فيه ظل، لان طبعا البطيخه بتبقى يعني لو عربيه واقفه في الشارع في الشمس فيها بطيخ ما اشتريش منها. لو عنده مبيعات المشهد ده موجود على طول. لا، هو الباعة الجائلين اخواتنا واهالينا هم بيبيعوا عندهم مبيعات. لو حد عنده مبيعات وهو بيبيع وعنده كل يوم المنتج يعني طازة وصابح، لا ناخد منه وانا قلبي مطمئن، لان هو ما عندوش حاجة بتبقى متواجدة او سوء تخزين او حاجة ما شابه ذلك. لكن احنا بنأكد احنا بنزرع ما يزيد عن 110,000 فدان، بننتج حوالي متوسط انتاجنا 1,500,000 طن، يعني نسبة تقريبية 330 مليون بطيخ سنوي وقبل للزيادة. أبرز المحافظات اللي تنتج بطيخ هي محافظات بني سويف، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، أخيرا أسوان. طبعا في توسعات في زراعة البطيخ، في عندنا بعض المحافظات اللي ما كانش فيها يعني زي أسوان تحديدا وأبو سنبل بالذات. فالنهارده احنا عندنا بطيخ بيجي كمان بشايره يعني مبكرة، ولكن الآن البطيخ لسه بشاير. احنا بنقول لأهالينا وإخواتنا وكل المواطن المصري اللي جاي هيبقى أزيد في الكميات، وهيبقى بالتالي عندنا إتاحة أكبر، دي تنعكس على السوق باستقرار ثم انخفاض تدريجي يشعر بالمواطن. يعني لسان حال الناس هنا يقول لك طب احنا اللي بنصدره حاجه واللي موجود حاجه تانية، مواصفات التصدير حاجه واللي موجود حاجه تانية. حضرتك ترد على ده بايه؟ وازاي المشتري يتاكد من جوده البطيخ؟ لانه حضرتك اكيد متابع، يعني ده في مواصفات جوده واختبارات معينه تتعمل للبطيخه علشان اقدر اعرف البطيخه كويسه ولا لا. ده حقيقي يا فندم، وانا باكد كلام حضرتك، بقول لسيادتك احنا كل المنتجات الزراعيه اللي بتخضع لرقابه وزاره الزراعه والحجر الزراعي هي كلها منتجات هي السوق المحلي زيها زي اللي بتصدر تماما، لان احنا اللي بيصدر هو من داخل الارض اللي بينزل منها للسوق المحلي. يعني انا ما عنديش منتج في محاصيل متعاقد عليها للتصدير ولكن الاغلب والكميات الاكبر هي نفس الانتاج نفسه كل واحد وزراعه واحده. ولكن احنا بنقول البطيخه اشتريها البطيخه اللي هي المتوسطه، ما تشتريش بطيخه كبيره زياده عن اللازم او صغيره زياده عن اللازم، اشتري البطيخه اللي هي صبحه اللي هي العنقود بتاعها اخضر لسه طازه. اللي هي اخرها تبقى البطيخه كم كيلو يعني اللي هو ما يبقاش الحجم؟ يعني احنا بنتكلم في الثمانيات كيلو سبعات من 6 كيلو لغايه 10 كيلو ده المتوسط. اشتري البطيخه دي وانت قلبك مطمئن. احنا بناكد على ان البطيخ بتاعنا كل سنه في هذا التوقيت بتطلع بعض الاشاعات ان مسرطن، اللي البطيخ بيجيب اسهال، ده سوء تخزين. البطيخ والخوخ دايما كل سنه عليهم نفس الكلام، ده هم متهمين كل عام، ولكن احنا بناكد بان البطيخ اللي بريء حصل يعني ما بيبقاش السبب يعني ما فيش اي مشكله وصلنا لها. ايه اللي حصل؟ ليه ممكن حد يتعرض لنزلات معويه بسبب البطيخ والخوخ؟ هو لا، احنا بناكد على ان سوء التخزين وان البطيخ بيقعد فترات كبيره في الشمس، فبالتالي بيحصل تحلل البطيخه من الداخل. فحضرتك لما او اي مواطن يجي يتناولها بيحصل له بعض التقلصات او الاسهال، فبالتالي يقول لك ده البطيخ ده مسرطن او البطيخ ده مسمم. لا، هذا غير صحيح. احنا بناكد المنتج بتاعنا كلمه كبيره قوي موضوع البطيخ مسرطن ده دي كلمه كبيره قوي يعني. هو ما هو كل سنه بيطلعوا لنا اشاعات، ولكن احنا هل ده لو احنا يعني لو احنا البطيخ بتاعنا في حاجه، دول اوروبا كانت خدت من مصر
دول الخليج كانت خدت من مصر، العالم كله احنا بنصدر للعالم كله منتجات زراعيه وعندنا فائض كبير جدا، احنا يعني الخضار والفاكهه عندنا فائض منه وبنصدر لكل دول العالم. احنا في زراعات حديثه وزراعات متطوره، يعني احنا عندنا الحمد لله رب العالمين اكتفاء ذاتي، وكل اللي عندنا بيصدر ده زراعات حديثه وزراعات متطوره تخضع للرقابه، تخضع للحجر الزراعي، سلامه الغذاء، كل ده لازم نطمن اهالينا ونطمن الساده المواطنين، لان البطيخ تحديدا هو موسم كل الشعب المصري بيحبه، هو مهضم، وطبعا احنا داخلين على درجات حراره مرتفعه، فبالتالي انا عندي حته جبنه مع بطيخ مع خوخ مع عنب، طبعا ده بيبقى الشائع لدى المواطن المصري، لكن تحديدا البطيخ والكنتالوب كله ده امن 100%، وكل اصناف الخضار والفاكهه ما عندناش اي مشكله فيها، احنا عندنا اكتفاء ذاتي، ولكن بنقول لاهالينا تحديدا البطيخ دلوقتي احنا لسه بشاير، يعني الكميات قليله شويه، فبالتالي الناس الايام اللي جايه هيبقى عندنا كميات اكبر، الاتاحه تكون اعلى، في السعر يكون اقل، السعر طبعا بينخفض تدريجي على اليات العرض والطلب، واحنا بناكد على الساده المواطنين ان البطيخ السنه دي هو اعلى جوده، يعني حضرتك لو انت خدتي بطيخ من عند اي حد هتلاقي السنه دي مذاقه مختلف، لان السنه دي يعني دي كده ملاحظات حضرتك على واحنا لسه في اول الموسم الحصاد على الحصاد السنه دي انه في جوده اعلى من السنه اللي فاتت، ايه كمان؟ لأن كانت درجات الحرارة الحمد لله رب العالمين كانت فيها استقرار، والحالة الجوية كانت ملائمة للمنتج نفسه، فبالتالي أنا عندي طبعا المنتج طالع كويس وطالع فيه يعني حاجات كويسة وحاجات مبشرة بالخير، ولكن بنقول لأهالينا صبرا، احنا دلوقتي داخلين على معدلات انتاج أعلى وإتاحة أكبر، فبالتالي الأسعار تنخفض ثم تدريجيا يشعر بها المواطن. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حاتم نجيب نائب